انطلق الشوط الرابع عشر بتعداد اشواط ومنافسات هذه الفترة المسائية. لنبدأ معكم وبحضراتكم مع الأسماء الخمسة الأولى المنطلقة. أول المراكز تقدير تعود ملكية الشحانية، اتابعها سالم بن فاران المري بعملية التضمير. ثاني المراكز التواجد من الذيبة تعود ملكية سعادة الشيخ علي بن حمد بن علي العبد الله الثاني، التضمير عند حمد بن محمد السندوانة المري من يتابع الذيبة بعملية التضمير. ثالث المراكز التواجد من مكيدة تعود ملكية الشحانية، يتابعها سالم بن فاران المري بعملية التضمير. والمركز الرابع، المركز الرابع وتابع مهابة تعود ملكية مهابة الهجي الشحانية، التضمير عن سلطان بن محمد الوهيبي وصناعة. المركز الخامس أيضا لهجي الشحانية ولكن مع المضمر محمد بن خالد العطية من يتابعها بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. لنعود إلى أول المراكز، لنعود إلى المقدمة وإلى الصدارة ومع القيادة. تقدير على المركز الأول هجن الشحانية من تمتلك تقدير، يتابع أيضا في التضمير سالم بن فاران المري من يقدم لنا تقدير على المركز الأول. المركز الثاني وتابع الذيبة لسعادة الشيخ علي بن حمد العبد الله الثاني، تضمير عند حمد بن محمد السندوانة من يتابع أيضا انطلاقته بعملية التضمير. المركز الثالث، ثالث المراكز وتابع انطلاقة أيضا مكيدة لهجن الشحانية، التضمير عند سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقتها على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز نتابع معكم انطلاقة وتقدم صناعة تحمش على الشحانية، يتابع محمد بقاد عطية بعملية التضمير. وخامس المراكز التواجد من مهابة لهج الشحانية والمضمة سلطان بن محمد الوهيبي. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة في مسيرة هذا الشوط ومع انطلاقة الأسماء الكبيرة الحاضرة والمتواجدة مع هذه الانطلاقة. نعود إلى أول المراكز لنتابع معكم مجريات الصدارة. نعود إلى أول المراكز لنتابع تقدير على المركز الأول ومع الصدارة والمقدمة. على أول المراكز التواجد من شعرج الشحانية وتضمير عند سالم بن فاران المري من يتابع تقدير بعملية التضمير. المركز الثاني، هذه هي الذيبة على ثاني المراكز، تحمل أيضا شعر سعد الشيخ علي بن حمد العبد الله الثاني، تضمير عند حمد بن علي أو حمد محمد بن علي السندوانة من يتابع انطلاقته بعملية التضمير. المركز الثالث، ثالث الأسماء نتابع أيضا على الكادر الأعلى والأسفل. هذه اللقطة الجميلة للشعارات الحاضرة وقدوم وتقدم سلافة وصلت تسلب المراكز لهجن الرئاسة، يتابعها بالتضمير أحمد بن مطر الخيلي من يتابع أيضا هذا الشعار بعملية التضمير. المركز الثالث، المركز الرابع تحمل الرقم ثلاثة، هذه مهابة تعود من كلج الشحانية، يتابعها سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس التواجد من صناعة تعود من كلج الشحانية، يتابعها محمد بن خالد العطية بعملية التضمير.
هذا هو النداء للأسماء الخمس الحاضرة والمتواجدة. لم يتجدد أي جديد إلا بتدخل سلابة وشعار هجن الرئاسة القادمة والمنطلقة في منتصف النداء ومع المركز الثالث. العودة إلى الصدارة، إلى الريادة، إلى أيضا المقدمة مع تواجد تقدير. تقدير على المركز الأول، تقدير على المقدمة ومع القيادة تحمل الرقم 2 مع تجاوز لافتة 2 كيلومترات المتبقية على الناموس. هجن الشحانية، التضمير عند الذهبي. سالم بن فاران المري يقدم لنا انطلاقة الصدارة. المركز الثاني وتابع معكم الذيبة على ثاني المراكز سعد الشيخ علي بن حمد العبد الله الثاني حمد بن حمد السندوري تابع حبة تضمير. المركز الثالث بدأت تتسلل سلابة بهذه اللحظات، تتقدم بشعر هجن الرئاسة التضمير عند أحمد بن مطر بن ماجد الخيل. المركز الرابع المركز الثالث وتابع معكم على ثالث المراكز تواجد مهابة لهجنة الشحانية. سلطان بن محمد الوهيب يقدم لنا مهابة بانطلاقتها الجميلة على رابع التحديات، تتابع مسيرتها بالمنافسة وبالانطلاق نحو المراكز الأولى. خامس المراكز صناعة المركز الخامس لهجن الشحانية تبع محمد بخاد عطية بعملية التضمير، يقدم لنا المشاقب هذه الملاحقة وأيضا الانطلاق مع خامس المراكز. العودة إلى أول المراكز، إلى المقدمة، إلى الصدارة. هناك الناموس مع الأسماء المتقدمة، التتويج مع أيضا الخماسية الجميلة، لكن لمن من هذه الأسماء؟ التواجد من تقدير، الانطلاقة من الذيبة، الحضور من سلابة، التقدم من صناعة، وكذلك التواصل مع مهابة. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير، حلقت الإجذاع، أقلعت بهذه الانطلاقة ليبدأ الامتاع. الله، سلابة على المركز الأول، هجن الرئاسة الخيلي ليقدم لنا أيضا هذه الانطلاقة. بدأت بالتحليق، بدأت بالانطلاق، قادمة مهابة، كذلك واصلة صناعة، وهنالك أيضا وصول تقدير. لكن أمور الشوط مع سلابة على المركز الأول، سلابة على المقدمة، سلابة على القيادة، قادمة صناعة وسلابة. هجن الرئاسة، هجن الشحانية، العطية وكذلك الخيلي. لكن أمور المقدمة النقطة الثالثة في هذه الفترة المسائية تسير لصالح أيضا شعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة وبرفقة المضمر أحمد بن مطر الخيلي، من قدم لنا السلابة من المركز الأول ومع القيادة في الأمتار الأخيرة. نهنيهم على هذا الفوز المستحق وعلى فوز سلابة بالمركز الأول. الثاني لجنة الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك المضمر أحمد بن مطر الخيري. المركز الثاني وصلت صناعة الهجن الشحاني. المركز الثالث تقدير الهجن الشحاني. المركز الرابع وصلت أو وصول دخول جماعي ما بين مهابة وما بين أيضا وشعار الشيخ عبد العزيز بن فهد العبد الله الثاني. والمركز الخامس إذن نذهب مع مخرج السباق علي بن محمد بوشار لنتابع التوقيت الزمني. لحظة وصول 9:28 نهني هجن الرئاسة. الثاني لأحمد المطر الخيلي. المركز الثاني وصل صناعة 9:29 الثانية التبركة لهجن الشحانية والثانية للمضمر محمد بن خالد عطية. المركز الثالث 9:32 جزئين من الثانية الثانية والتبركات نزف لهجن الشحانية على فوز تقدير مع المضمر سالم بن فارا المري. المركز الرابع كان الوصول من غير مهابة لهجن الشحانية. المركز الخامس اللي هي انتظام لسعادة الشيخ